السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حسن التهامي، مدير شركة ووساك بالسعودية. منطقة عسير كانت معروفة من عشرات السنين بأنها الوجهة الأولى للسياحة أو التنزه بالسعودية. بدعم من هيئة تطوير منطقة عسير، قمنا نحن فريق ووساك بإنشاء مركز للزوار في محافظة تنومة شمال منطقة عسير، يخدم أكثر من فعالية مثل فعالية الجرافيتي كارت أو عربة الجاذبية، وهي تعتمد على اعتماد كامل على الجاذبية والنزول من المرتفعات، وفعالية السكوتر الدفع الرباعي تأخذك الجولة على قرية تاريخية جميلة جدا وهي قرية قرية، وفعالية الهايكينج والإنزال بالحبال. بالنسبة للهايكينج طورنا ثلاث مسارات: مومة، منعة، والحيفة. مومة صعب، منعة سهل، والحيفة متوسط. والإنزال بالحبال في منطقة الحيفة من أجمل التجارب لو حابب تتحدى وتختبر مرتفعات عسير. أما بالنسبة للسكن، وفرنا ثلاث حلول للسكن. الأول الهوستل أو النزل، وهي عبارة عن غرفة مشتركة للزوار فيها أكثر من سرير. وثاني خيار خيام الفاخرة، وهي خيام وسط الطبيعة اللي حاب يهرب من ازدحام المدينة، من ازدحام وضوضاء العمل، هذا الخيار مناسب لك. وثالث خيار لو أنت من هواة التخييم، المخيمات في منتزه الحيفة هي الخيار لك. وفرنا فيها مشب نار، شواية، وظل، منطقة للجلوس تكفي المنطقة هذه أكثر من 15 شخص. وأيضا من المناطق المميزة سد وادي ترج. بدعم من هيئة منطقة تطوير عسير قدرنا نفعل سد وادي ترج. كونت بحيرة عبارة عن 4 كيلو، قدرنا نفعل فيها نشاطات مائية ونشاطات جبلية. من ضمن النشاطات المائية الموجودة عندنا اللي هو القوارب الكاياك أو التجديف، تتسع حتى شخص أو شخصين، والقوارب الإلكترونية تتسع حتى 4 أشخاص، قوارب الدونت بوت تتسع حتى 6 أشخاص. بالنسبة للنشاطات الجبلية عندنا الدراجات الجبلية، مسار 3 كيلو، مسار للمحترفين للدراجات، وعندنا الدبابات البرية أو البقيات، مسار تقريبا ساعة ونص، جولة كاملة حول البحيرة. هذا كل الموجود عندنا في تنومة. شكرا لكم، نشوفكم على خير، نشوفكم إن شاء الله قريب، ومرحبا ألف.